لا شك انه اليوم دوله رئيس الوزراء يعني يبدي رعايه خاصه لموضوعه التعليم. نجد ان هنالك بعثات ترسل الى الخارج، يعني اكثر من 5000 عراقي سوف يتعلمون في الخارج بارقى الجامعات ضمن التصنيفات العالميه المتقدمه في الدراسات العليا. نجد انه اهتمام كبير في الجوانب التربويه والتعليميه. لكن عندما ماذا عن الأحد عشر مليون أمي؟ نعم، اهتمام وزارة التربية منذ تولي السيد إبراهيم نامس مهام المسؤولية، يعني بدأ بشكل تدريجي بمعالجة الكثير من الأخطاء والإخفاقات وتنقية الشوائب التي حصلت في المراحل السابقة نتيجة ضعف الأداء أو حتى الظروف التي عاشتها البلاد انعكست بالسلب. لذلك منح وزير التربية الكثير من الصلاحيات من قبل دولة رئيس الوزراء، وهو ماضي بتقليص أعداد الأميين في البلاد. لكن هنالك نقطة تواجه هذه القضية، ذكر السيد رئيس الجهاز السابق أنه التخصيصات المالية الممنوحة للدارسين، وهذه نقطة أساسية لجذب الدارسين في مراكز محو الأمية، قد توقفت. في مقابل ذلك البنى التحتية لمراكز محو الأمية غائبة، يعني اليوم لا يوجد مركز أو بناية خاصة بمركز محو الأمية. أتمنى يعني أتصور أنه في العام المقبل سوف تعكف الدولة على معالجة هذه النقاط بعد أن عالجت الكثير من الأزمات الخدمية. يعني نتحدث في السابق كانت الأزمة أمنية جرى معالجتها سياسية، بعدين انتقلت إلى جوانب خدمية وأخرى مجتمعية تتعلق بنسب البطالة واقتصادية. اليوم لا توجد، يعني لا يوجد أي عذر يواجه تلك الخطوات، وبالتالي سوف تعكف وزارة التربية بدعم وتوجيه ورعاية دولة رئيس الوزراء على الشروع بتنفيذ المراحل المتقدمة من هذا المشروع بموازاة رفع جودة التعليم ودعم ورعاية قطاع التربية على وجه الخصوص.